أبدى محافظ صلاح الدين الدكتور مهندس عمار جبر خليل تفاؤلا بتدشين مرحلة جديدة من التعاون والتنسيق مع صندوق إعادة الإعمار تحت رئاسة الدكتور محمد العاني، يتم فيها تجاوز مشاكل المرحلة الماضية فالتخصيصات ونسب المشاريع المتحققة. وأكد المحافظ خلال ترأسه وفدا ضم النائب الإداري ومسؤولين آخرين الاتفاق مع العاني على استراتيجية جديدة لإعمار المناطق المحررة وتنفيذ المشاريع الخدمية بالتزامن مع عودة النازحين في سليمان بنك والسيد غريب وباقي المناطق، مضيفا إن التخصيصات ستكون لخدمة محددة وبتماس مباشر مع النازحين.